يعني صراحة يستحق المتصدر الشباب. احنا نتكلم عنه نشيد برئيسه الاستاذ خالد البلطان، نتفق نختلف مع هذا الرجل، لكن صراحة اعداد الفريق لهذا الموسم اعداد مختلف. تقفل ما تقفل مع الشباب بامكانيات، بتنوع الامكانيات اللي موجوده عند لاعبين المحترفين. يعني لما الفرق تتكتل عليك حلولك اما كور ثابته او كور عرضيه او تسديد. اغلق ما حصل على كور ثابته يستثمرها، ولا حصل على الكرات العرضيه استثمر التسديد، وشفنا المحور البولندي كيف اجاد في كورتين. فهذه صراحه لازم نشيد في اداره نادي الشباب، كيف تفوقت على نفسها الموسم الماضي، كيف بدت بمعسكر اكثر من رائع، حاله الفريق علامه كامله. الشباب في نفس هذا التوقيت الموسم الماضي ترتيب 11 ب 15 نقطه، اليوم متصدر بعلامه كامله حتى افضل من المتصدر اللي كان الموسم الماضي الاتحاد. فبالتالي عمل رائع جدا يستحقون الثناء عليه. المباراة التعاون والهلال صراحة احنا دائما نشوف التعاون يكون جميل في حالة في الحالة الذهنية الرائعة اللي موجودة عند توامبا. امس حالة مختلفة، التعاون في حالة امتياز وتوامبا في 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 وضع سيء جدا، تفرغ للحديث، تفرغ، انشغل في اشياء كثيره نظرا لهبوط مستواه. كان جمال التعاون رائع جدا. شفنا ميزه، شوف كره القدم لما نقول احنا مدرب ونميز شاموسكا ونمدح فيه، ليه؟ لانه في توظيفات بسيطه عملها مع التعاون من هذا الموسم، وليس في مباراه الهلال فقط، لانه تفوق على النصر الافضل فنيا منه، وتفوق الان على الهلال، لكن الهلال بنتوقف عن ظروفه، لكن في التعاون نتكلم عن التوظيف اللي صار لحسن كادش من ظهير ايسر الى سنتر، عبد الملك العياري اللي من محور الى ظهير يمين، نتكلم عن الايجابيه اللي موجوده عند سميحان والتوظيف المختلف عند فهد الرشيدي، وحنشوف فهد الرشيدي في هذا الموسم مختلف. ليه؟ في عمليه التكتيك في الثلث الهجومي شاموسكا قرب فهد الرشيدي الى الباب، ما خلى المجهود يبدا من منتصف الملعب زي ما سووا المدربين السابقين، وحنشوف فهد مختلف لانه وفر عليه المخزون، خلى مستوى التركيز يرتفع عندنا، وشفنا فهد في المباراه كيف كان كويس. في المقابل الهلال انا التمس له العذر في حاله والوم دياز في حاله. دياز ابتدأ المباراة بشكل غير صحيح بدون مصعب الجوير اللي كان المفروض هو يضيف جمال تحت بيريرا بشكل أفضل، لأنه ما كان يشكل خطر التعاون في العمق الهجومي. في المقابل في التغييرات اللي سويتها أفضل جبهة يمنى في الدوري هي جبهة الهلال، سعود عبد الحميد ومريقة. أنت ماشي في هذا السيناريو وشفت الثنائيات اللي مسوينها والقوة الضاربة، تجي تغير تودي البريك يمين وتودي وتسحب سعود توديه في الجهه اليسار، كان خطا كبير من وجهه نظري من دياز. ولو تحلى بريرا وميشيل بالجديه الاعلى كان الهلال قادر انه يسجلها ثاني وثالث في المباراه، رغم عدم وجود لاعب ماله بديل في الكرة السعودية، لا على مستوى الأجانب ولا على مستوى المحليين زي سلمان الفرج، لا سالم موجود لا ياسر، ففي نقص مهم جدا للهلال، وتطلع بهذه الطريقة كان ممكن تقدر تفوز برغم النقص اللي موجود عندك. أنا أقول برافو للتعاون، لو استطاع الفوز على الوحدة المباراة القادمة أنا أقول التعاون منافس على المراكز المتقدمة وبشراسة.